صباح الخير، نرحب بكم جميعاً في هذا الحدث الخاص بإدراج شركة سواعد القابضة، شركة مساهمة خاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن منصة السوق الثاني تحت رمز سواعد. السوق الثاني هو جزء من البنية التحتية القائمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لإدراج أسهم الشركات الخاصة، حيث يستطيع المستثمرون شراء وبيع الأوراق المالية للشركات الخاصة بناء على أساسيات مثل العرض والطلب والبيانات المالية وغيرها من البيانات الأخرى. أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية السوق الثاني في عام 2014، وذلك لدعم النمو الاقتصادي المستدام في مختلف القطاعات. وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الثاني مع نهاية الربع الثالث من عام 2020 حوالي 10.2 مليار درهم إماراتي. ومنذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث وصل معدل دوران الأسهم إلى نحو 14 مرة، وبلغت أحجام التداول 950 مليون سهم، بينما بلغت قيم التداول 750 مليون درهم. تم تأسيس شركة سواعد عام 2006 في إمارة أبوظبي، ونمت لتصبح مؤسسة متعددة الأنشطة، وظفت حتى الآن ما يزيد عن 28 ألف شخص. وقد تخصصت الشركة في البداية في تقديم خدمات التوظيف، ومن ثم نمت أنشطتها نحو الاستثمارات والتدريب المهني، إضافة إلى خدمات إسكان القوى العاملة وإدارة المرافق والتموين. في عام 2018 أصبحت شركة مساهمة خاصة. تبلغ القيمة الإسمية لرأس مال الشركة 51 مليون و100 ألف درهم إماراتي، كما يبلغ عدد الأسهم 51 مليون و100 ألف سهم بقيمة إسمية تبلغ درهماً إماراتياً واحداً لكل سهم. مع إدراج شركة سواعد القابضة يرتفع عدد الشركات المدرجة في منصة السوق الثاني إلى 6 شركات، ويرتفع عدد أوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 83 ورقة مالية. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإدراج هو الإدراج الرابع الذي يتم في السوق خلال العام 2020. والآن مع اللحظة التي كنا ننتظرها، لحظة الإدراج.